فقرتنا دي دلوقتي هي فقره التقويم الثوري اللي احنا عملناه الخاص ببرنامجنا من 25 يناير لحد دلوقتي، ونعتقد ان هو مكمل معانا الفتره اللي جايه. ده 3 سنين ونص اللي الناس حسينا ان الناس اتغيروا في الوقت ده، يمكن اظهر ما أسوأ ما فينا اكتر من الحلو. هعرض عليك بعض الليالي وهنعلق عليها مع بعض. الاول انت بتوافقني ولا مختلف معايا ان الناس اتغيرت ولا هي هي؟ ولا من وجهه نظري بشوف ان اللي عايز يحكم على مصر ويعرف الشعب المصري كله طلع على السطح، يعني مفيش حد بقى مستخبي. وحلو ولا وحش؟ لا هو حلو مش وحش، ممكن يبقى وحش لفتره بس يعني سونر اور ليتر ده كان لازم هيحصل. فعلى قد ما هو وحش في انك بتشوفي حاجات سلبية. انت مش متوقعه او حاجات فوق تصوراتك، على قد ما من وجهة نظري حلو ان فيه كشفوا ناس كتير. الاقنعة سقطت يعني نقدر نقول. بالظبط كشفت ناس كتير، فدي كانت ميزة برضه. طيب هنشوف الليلة الأولانية، نبص على الليلة اللي بعدها. 656، ده كان 6 أغسطس 2012 في برنامج ممكن. أنت دايما بتلبس مريم العذراء؟ بلبس كان في صوره بتاع ستنا مريم، وكانت صوره وكان زي بوصله كده صغيره يعني. كنت على طول بتلبسها؟ كنت لابسها وقت كمان لما كنت بصور تحديدا فيلم واحد صحيح. كان علشان الفيلم كان ولا عشان الفيلم انت ميلي يعني. بتتفائل؟ لا كان عشان الفيلم ميلي، بس انا بتفائل كمان او بحب ستنا مريم يعني. ما خفتش ان الاسلاميين في الوقت ده يكفروك؟ لا ما خفتش، لان في النهايه ستنا مريم يعني الوحيده اللي يعني ليها صوره باسمها في القران يعني. فستنا في الصوره يعني حاجه مسيحيه. فستنا مريم هي مش مسيحيه، بس بالمناسبه يعني انا ضد ان هي تجسيد الصوره ايقونه مسيحيه وباله. فممكن الاسلاميين كانوا يكفروا هاني سلامه. الاسلام كرمها وخصها وخلاها يعني. طيب تمام، وليها وهي الوحيده اللي ليها دي حاجه بيعملوها المسيحيين ليها صوره باسمها في القران يعني. فستنا مريم دي ما خفتش ان يجوا يقولوا هاني سلامه مسلم وبيلبس خالص. ما خفتش؟ لا ما خفتش. لا طيب نبص على الليله اللي بعدها. الليله 726، المحامي ميشيل حنا حسب ما جه في احد المواقع قام برفع قضيه على هاني سلامه لانك انت بتجسد شخصيه راهب. وهو شاف ازاي نصدقه؟ وهو شاف الفيلم؟ ما هو يعني هو شاف افلامك اللي قبل كده وحكم عليك، فاخذ وجهه نظر يعني، فقال ان ما حدش ينفع يصدقك في الادوار اللي هي وجهه نظره بقى وحر فيها بقى. انا ما بفهمش اصلا ان حد يرفع قضية على حد بالذات في عمل فني الا لما تشوفه وتقول. بلس بقى ان انا ما كنتش طالع اقدم دور راهب اصلا يعني. هو كنت هتقدم دور ايه؟ دور طالب رهبنه مش راهب. طلاب الرهبنه حاجه غير ان طلاب الرهبنه دول اللي هو بيخش الدير بيقعد له سنتين ثلاثه، لا يا اما بعد كده يتنصب راهب يا اما بيمشي من الدير. طب ده كان مقصود ان انت بعد مسلسل الدعايه انك تقدم؟ كان مقصود ان انا اعمل ده وده. طب هتكمله في امل ان احنا نشوفه ولا لا؟ يا مسهل يا رب والله اتمنى. بتسعى لده؟ طبعا أتمنى. طيب نبص على الليله الاخيره 358، ده كان في 8 يناير 2012 في برنامج الحياه اليوم. قلت ان عبد الله بطل فيلم واحد صحيح شبهي، انا كنت زير نساء قبل الجواز. لا انا ما قلتش ان هو شبهي او انا كنت زير نساء قبل الجواز، بس انا قلت ان شخصيه عبد الله دي موجوده بنسبه كبيره جدا في الشباب، وكنت ممكن اكون واحد منهم برضو يعني. انت قلت شبهي على فكره. إنه يا ستي اوكي يبقى شبهي ماشي، مش يعني مش هتضايق بالمناسبه. لان في النهايه بيجيلك في وقت كل واحد فينا بيبقى نفسه في كل حاجه، ومفيش حد هياخد كل حاجه يعني. مفيش. كنت متعدد العلاقات قبل الجواز؟ كنت اعرف طبعا كتير. اعرف يعني كنت اعرف، لا مش كتير يعني، مش اللي هو كل يوم مع حد يعني، بس كنت اعرف كراجل وسيم زي اي شاب في النهايه يعني. بس في النهايه خلاص انت ونجوميه وشهره انت بتيجي اكيد يعني الستات حواليك كتير، بتفصلي في وقت او بتيجي يعني بيبقى في كومبرومايز، محدش هياخد كل حاجه. واللي مش مصدق ده خلاص فصلت بعد الجواز يعني. فصلت نهائيا. الحمد لله يعني ما بيجيلكش اي عروض؟ لا انا عندي 3 نساء كمان، ده انا عندي بنتين كمان في البيت. ربنا يخليهم يعني لك يعني مراتي وبنتين كمان فزي الفل. ربنا يخليهم تمام قوي كده. ما تعرضش عليك ان حد يقضي معاك ليله حمراء
يعني اكيد بيتعرض. وبعد الجواز كل ما بتكبر نجوميتك وشهرتك بيحصل، اكيد بيتعرض عليك. بيحصل. طب قول لي زوجتك ما اتضايقتش مره من حاجه حصلت؟ بتغير، بتقول لك لا هاني ده كده كتير قوي، انا ما اقدرش استحمل كده؟ لا، ما خناقات بقى من هذا القبيل يعني؟ لا، هي شغلتك جايبه لك مشاكل. هي اعقل من كده، اعقل من كده كتير. بس في طاقه، الست ليها طاقه. انا هقول لك، هي اعقل من كده كتير، بس في النهايه ست وعندها احاسيس ومشاعر وبتغي، وطبيعي ان هي تبقى غيوره. بس في النهايه حكم شغلتي هي فاهمها كويس، هي فاهمه ان هي مش متجوزه حد شغلانه عاديه يعني. طبت يعني خلاص ما عادش في علاقات نسائيه بعد الجواز؟ والله الحمد لله خلاص كده، تمام كده زي الفل. هاني نورتني وبشكرك. نورك. الله يخليك. ميرسي، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه، والساده المشاهدين بخير يا رب دايما ان شاء الله. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.